من جديد لكم التحية مشاهدينا. السادس من أيار عيد الشهداء لا يمر كأي يوم على الأم، على أم الشهيد. هو يوم صعب، فيه الكثير من الحزن والألم، يوم هو تتذكر فيه الأم ابنها بكل تفاصيل، بكل الذكريات الجميلة والحزينة. اليوم معنا أم الشهيد فيروز شحيدي، أم الشهيد يوسف شعباني. يسعد صباحك فيروز، كيفك؟ صباح الخيرات يا هلا. أم يوسف، صباحك أم يوسف، اهلا وسهلا فيكي. يعني احنا دائما بنعرف الام ليس يعني يوم 6 ايار مو هو اليوم الوحيد اللي بتذكر فيه ابنها وبتذكر فيه هذا الفقد الكبير، ولكن لهذا اليوم في طابع خاص. نحكي شوي اليوم هيك عن الالم، الحزن، الافتخار، العزه اليوم بهذا اليوم. اول شيء بدي اقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. نعم. أول شيء أنا بدي أقول صحي أنا أم الشهيد، بس هذا اليوم أنا بعتبره صحي ألم وحزن وكمان فخر. يعني شهادة الحمد لله، صحي أنا ابني دفع روحه وحياته كرامي للوطن، بس مع كل هذا الحمد لله كتر خير الله وعطانا ميزة أكيد كتير، والشهادة هي ميزة كتير كبيرة والحمد لله. صحيح، يعني اليوم أم الشهيد تفتخر بأنها هي والدة شهيد، قدمت أغلى ما تملك، قدمت ابنها. يعني اليوم أنت أغلى شيء بتملكي اليوم كان يوسف، قدمتي كرمة لأرض الوطن. قبل ما يستشهد يوسف كيف كان يوسف؟ كان عنده احساس انه هو رح يستشهد؟ كان يقول لك انه انا رايح ويمكن ما ارجع، كيف كان؟ كان كل مهمة يروح فيها يودعني انه انا رايح، ماما ادعي لي، يا ماما ايه. بس قبل ما يستشهد بعشرة ايام ايه، كنا قاعدين سوا، ضمني باسني انه انا رايح بس اذا صار لي شيء وعدت. دائما هي توصيه كل الشهداء لامهاتهم انه ما تبكوا، نحن رايحين بنعرف حالنا رايحين على الموت، ممكن نرجع وممكن لا. اكيد اكيد هي كانت كثير عنده هالاحساس، لانه كان يطلع المهمات يشوف رفقاته شي اللي استشهدوا شي اللي كانوا جرحى. يعني كان كثير شغلات كثيره انه مثلا يحكي عنا انه لا نحن لازم، يعني كان الاندفاع اللي عندهم هو ورفقاته يعني كان كثير كبير. يعني ذكرتي حضرتك تحت الهواء بجوز كنا عم نحكي انه يوسف هو ما كان بالجيش، هو كان طالب جامعي، كان له حياته الشبابيه، لما صارت الازمه هو قرر، هو بارادته الشخصيه حب انه هو يتطوع يدافع عن البلد، وهي حال كثير من الشباب اللي نحن بنشوفه. بس قديش هي بحاجه الى قوه شخصيه، قوه اراده، قوه منك انت كأم لتقبلتي انه يدخل بهيدي الحرب. لا اول هو كان طالب جامعي سنة ثالثة ترجمة فرنسي، وقف تسجيله انه لا ماما لا خليك انت بجامعتك، في غيرك اخر شيء، في غيرك عم يروح، قال لا انا بدي اروح. هل ما يروحوا معنهم احسن مني، انا مثلي مثلهم، لازم اروح، لازم اني انا قاتل مثلي مثلهم. ترك وراح. هاي العقيده اللي كنا يعني عم نحكي عنها اليوم. يعني يوم ام، معناتها انت قد ايه زارعه جواته حب الوطن والارض والايمان بالقضاء والقدر وبالتضحيه. يعني اليوم ابني اللي يقرر يروح يقاتل، اكيد انا هذا الشيء هو ابن بيئته. يعني اكيد لو انا بالبيت اصلا من باي ابني انه لا تروح وغيرك، هو يعني هو ابن بيئه انه في ام انه ايه الوطن بيستحق، الوطن بيستاهل. أكيد يعني قد ايه انت كمان مربيتي على هذا الشيء كنتي؟ يعني اكيد كنت يعني كيف بدي اقول لك انه الوطن اكيد هو ام، وهالام انت اذا ما حافظتي عليها انت ما فينك بتكملي حياتك. يعني لولا دم هالشهداء ولا دم هالجرحى ما كنا مستمرين نحن لهلا. يعني اكيد يعني هالاستمراريه من وراء اكيد دمائهم، ما كنا
يعني ها راح نوصل للنصر الكامل بإذن الله، يعني إن شاء الله. إن شاء يعني هذا شيء أكيد فخر لنا. وانت عندك ولد ثاني متطوع كمان؟ عندي ولد ثاني متطوع بالجيش بالبحرية والحمد لله، وعندي واحد لسه صغير عمره 21 سنة. يعني وقت الاستشهاد وهو مات على حضني، يعني مات بالمشفى على حضني، اجاني متصاوب كان بصاروخ، ضل 8 ساعات بالعملية، كنت معه كل الوقت، يعني اللي أخروا انه كتر ما نزف، وصل على المشفى قال له لأبوه انه ما تخاف علي انا بخير، كان عم يحكي كان إيه. بعد العمليات طلع من العمليات بعد 8-9 ساعات طلع، بس يعني ما طول كتير بعد العملية والحمد لله. الحمد لله وبالنهاية الحمد. اليوم هيدي الذكريات لما بترجعي بتتذكري اللي كان، المواقف، اللحظات، يعني ما بعرف كيف هي المشاعر، ربما كل حركة بالبيت بتذكرني فيه. هلأ كنتي عم تقولي لنا تحت الهواء بالساعة والدقيقة قدي صار له مستشهد؟ صار له 7 سنين وشهرين و20 يوم. وعشرين يوم استشهد ب14/2 بعيد الحب. بعيد الحب هو يعني هو أكثر حدا يمكن بيحب الوطن وبيحب الأرض، يعني قدم روحه فداء لهذا الوطن. اليوم يعني أم يوسف بعد هذا الفترة وبتلاقي إنه الحمد لله البلد عم يرجع، تحسي إنه دم يوسف ما راح رخيص، إنه صحيح يوسف ضحى لكن الحمد لله نحن حصدنا يعني هي التضحية. أكيد الحمد لله، أكيد ما راح دمه، لأنه يعني وصلنا لهالمرحلة بالنسبة للوطن كلياته، وصلنا انه الحمد لله انه سوريا رجعت وعم ترجع اسا اكثر واكثر، وان شاء الله بترجع اسا اكثر وبتزدهر اكثر. يعني الحمد لله، يعني بهيك حالي دم الشهداء اكيد ما راح سدى. اكيد اليوم كثير بنشوف امهات شهداء ربما هن بيواسوا اللي جنبهم أكثر من هنن، يعني سبحان الله بتحسي في صبر بيجي للأم، هل هي عزة، هل هي قناعة، هل هي إنه هيدا الصبر اللي بتحصلوا عليه وبتوزعوه للمحيط. يعني دائما بيقول لك أي حدا بيتعامل مع أسر شهداء إنه نحن بنحصل على طاقة إيجابية منهم أكثر ما إنه نحن نتعب من التعامل معهم. هلا هو الإيمان والصبر هو اللي بيخليك إنك أنت إيمانك، يعني هو قضاء وقدر، إيماننا بالله أكيد هو اللي بيخلينا لساتنا إنه إسا نصبر ونصبر. صحيح الفراق صعب وصحيح الاشتياق أصعب، إنك أنت فقدتي روحك، قطعة من روحك اللي أنت بتحبيها كتير، كتير إنه بتحسي هالاشتياق كتير صعب، بس بيعطيكي إسا صبر وبيعطيكي قوة. بيعطيكي قوة إنك أنت لأ لازم تستمر، لازم تعطي. يعني أنا بالنسبة لي لازم أعطي إسا أخواته أكثر وأكثر. بتحسي إنه رفقات يوسف هن اليوم مثل أولادك، بتحسي بهيدي الحنية كونه هن بتربطهم كانت علاقة صداقة معهم أو كان في معرفة، أو حتى رفقاته بالمدرسة اليوم قد هن فعلا بيعنوا لك؟ كثير، ولحد الآن كل رفقاته يعني لسه ما قطعوني نهائيا. نهائيا، على طول على طول بيجوا بيطمنوا، ويعني بحسهم انه يعني بيواسوني فيه. اليوم ام الشهيد، يعني حضرتك استشهد لك يوسف، في امهات يمكن استشهد لها شهيدين وثلاثه واربعه وعنده كل هذا الصبر. اليوم كلمه لام الشهيد، يعني نساء الشهداء، شو بتقولي لهم بهالمناسبه اليوم؟ والله بخبرهم انه اول شيء الايمان، الصبر، يعني ما فيني بقول لهم غير سلام عنه ورحمه لارواح كل شهدائنا والحمد لله. ودم اولادكم اكيد ما راح رخيص. اكيد ما راح رخيص. يعني هن كانوا السبب اليوم لاستمرارنا، اكيد والسلام اكيد لبلدنا. لاستمرارنا
اكيد بدنا نقول لك الله يرحمه ليوسف، هو يعني اكيد بالجنه اليوم، هو من ملائكه الجنه. أكيد. الله يحمي لك ابنك الثاني والثالث، وان شاء الله يا رب يمدك بالصبر والقوه اكثر واكثر لحتى تكوني فعلا هيدي الطاقه الايجابيه والقوه اللي ممكن يستمدها منك ابنائك الثانيين. الرحمه لروحه، والف شكر لحضورك معنا اليوم. شكرا كثير لكم. شكرا لك ام يوسف، الرحمه والسلام لاقدس الناس لروح يوسف شعباني. شكرا لك. شكرا.